طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بلكو پتر خوزی کن و امین گل پیوا خودت بن او پیت کن ما فیلی نویجم بکر هر وقت یوحنا جی شاگردن خو فکر کرین دمه این نویجت کن بیجن باب میل عثمانی بلا نویت پیروز بید بلا پاشاتیات بهت بلا حضات بجه بهت کاچوال عثمانی هر وصال عردیجی نان می رو جانه هر روز دمه الگنه این ما ببوره چنکو ام جلواند بورین یه گنه در حقامه دا کرین او منه خطاقی کرنه دا لیمش خراب کاری قرطال بکه خودت پرتوکم پیروز ده یه را گهان دی کو مسیح ده دا ببیتا رزگار کر جهانه جیان مسیحی وی چند سلمینید کو او پراستی او کسی پیغمبران بحث جه کری ایشایای پیش بینیا کری کو کچکان شوکری ده دو گیان کوی تو ده کرک بید پشتی چند صد سال یکانج دا اگبون عیسای جهاتنا وی پیش بینیه بو پرتوکم پیروز راد گهینن کو او پاکو پیروزش داگ بید دیب کره خوده هیت اپناف کرن آنکو دی بجن عیسای کره خودش لای گیانی و نش لای لشی و ات شواز وی جیان دا یا او جیای ام وی چندید بینین خلق شنساخیان ساخ کر الگنهان بوری خلق بو خوده وگران سوز دای کوان جهل پاشاتیا حتا حتایی خوده هبی اویل شینا گنه انوان خوکره قربان افجا جارکادی جمرنه رابو وول سر مرنه زال بو عیسای گوت کس جیانا منش من ناس دینید لی اشنی خود کمه گوری جیانا عیسای بتنه بجهاتنا نویسارم پیغمبران نبو سلماندنا راستیا پیوا پیروزا خودجی بو پیغمبران راگهاند پیوا خدانی یا بیکی ماسیه پیوا تهی خداوند بو حتا حتایه یه عیسای بخو گود عرد و عصمان ده شناف چن لی پیوین من چجاران شناف ناچن عیسای ها دا جیان به همی تجیات که خوب ابدتمه لی دمه مرووی الباخ چه عدن بگوتنا خوده نکری
مروی هل بجارد کپریکا خو بچی تو کریار نوی بونه اگر جدا بوناویش خوده. پرتوکا پیروس راد گهینید کو همیان گونه هن کرین و کریا گونه جی مرنه. آن کو مرنا گیانی کو او جی جدا بونا حتا حتا یش خوده. لی که چوا خوده بران کنار دال شینا کره ابراهیمی بمرید هو ساج خوده عیسی مسیح هنار دال شینا ما بمرید. جیان و مرون و رابوناوی او پیوند یاد نفبر خوده و همی اوین باوری پی های درست گروه. نوکه او بدیف عیسی کفتین نبتن الگونه هنوان هات یبورین. لی او یج داد کرنا حتا حتایی خوده جی رزگار بوین. اوان بهشت یا مسوگر کری و حتا حتایی ده تی دال گلوی جین. او افر عیسی پیشکشی هر ایکی دکت جیان و آزادیه. رامانا و چند اونینه که او بدیف آینه کیب کوید. لدوید باوری اینان پی عیسی حل بجیرید. کد بیجید از البر درگهی راوست یای مول درگهی دم. اگر ایکی گوهل دنگم بیتو درگهی وکت از ده همت جور ول نکوی. رامانا و چند اوه که ام بو خده وگرینوند پشت راز بین که عیسی دهتت نف جیان آمده و دلگونه ما بورید و دول مکت کل دیف حزاوی بجین. نبس بهزره بتنه یانجیش لای سوزداری ول سر گاز یاوی رازی ببین. لی ام بکرم پریکا باوری وی قبیل بکین. افکر یا رجی بحزو داخاز آمه. دم خلکی آماده بید دیف مسیحی بکوین دبید پریکا نویجه که سادت گلوی باخوین. دبید تو نکه آماده بی بوی چنده که درگه جیان خو بخده وکی. اگر وسایه تو چه پشکداریت وین ویجه دا بکی بوی ببیدنگی دل خدا بیجه خدا عیسا من پیدوی بتهیا سپاس که تول سرخاچش پی خمد گناهید من مری. از دام پیدانید که مش گناهیم خو تو بدارم. از درگه جیان خووت که متوکو رزگار کرو خدا قبیل دکم. سپاس که تو الگنه من بوری و تجیانا حتا حتا ایدامن. من بکی او کس یتدوید. شویدمی ی از بمه ایک شوان کسیم دیفتت کبن. امین. عیسا درباره اویم دیفی کفتین بیجید بازی من گوه خود دتا دنگ منو اسوان نیاسمو او بدیف مت کبن. دا کتوی جیانا تجی تاقی بکی او عیسای سوس پیدای اویم دیفی کفتین هر روز پریکا نویجان گل خودت آخوون و پیوینویت خینن. یانجی گهدانا پیوینویت کن. خلکی دی بشیوه که رکو پیکل گلوان یین دیفوی کفتین و حجد کن کم دبن. سوزاویل بیره هوا بید. همی هیزال عردی و العصمانی بمن هات یدان. از هردم یل گل هوا تا دیماهیا جهانه.